Hello everyone! Today we will learn about shapes. Shapes mean... أشكال. أشكال. Let's start with the first one. مربع. مربع. مستطيل. مستطيل. مثلث. مثلث مثلث قائم الزاويه مثلث قائم الزاويه دائره دائره نص دائره نص دائره بيضاوي بيضاوي معين معين خماسي الاضلاع خماسي الاضلاع سداسي الاضلاع سداسي الاضلاع سباعي الاضلاع سباعي الاضلاع ثماني الاضلاع ثماني الاضلاع تساعي الأضلاع تساعي الأضلاع عشاري الأضلاع عشاري الأضلاع متوازي الأضلاع متوازي الأضلاع شبه منحرف شبه منحرف اسطوانه اسطوانه مخروط مخروط زائد زائد ناقص ناقص ضرب ضرب قسمه قسمه نجمه نجمه قلب قلب هلال هلال سهم سهم مكعب مكعب Halaka Thank you for watching and see you in the next video.